بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نكمل في سيكشن 5-4 على الفاندمنتال ثيوري اوف كالكولس. اخذنا بارت 1 واليوم ان شاء الله بناخذ بارت 2، صح؟ تذكروا بارت 1 كانت تكلمنا عن اشتقاق التكامل من الحد الادنى والحد الاعلى تو فانكشنز اوف اكس لاقتران اف اوف تي. اليوم ان شاء الله بناخذ فاندمنتال ثيرم بارت 2 اللي هو الجزء الثاني. نشوف النظريه ايش بتقول. طيب النظري بيقول إذا كانت F continuous على closed interval A و B closed on closed interval A و B and F capital has an انت ديريفاتيف، ايش يعني؟ مشتقة عكسية، يعني تكامل الاف بعطينا الاف كابيتال، تمام؟ إذ ان اني انت ديريفاتيف اوف اف اون او اوفر اي و بي، ايش بيطلع؟ النظرية بتقول التكامل من اي لبي لاف اوف اكس دي اكس بتساوي لو تكامل غير محدود كان طلعت لنا اف اوف اكس، مظبوط؟ كان قلنا اف اوف اكس بس زائد زي، لكن هان تكامل محدود ممكن نحط اي ل بي، هيك بنكتبها. هنا ايش كاتبينها؟ مباشره اف اوف بي، اف اوف بي ناقص اف اوف اي. اللي احنا بنكتبها باختصار بنكتبها اف اوف اكس وبناخذها من اي الى بي اللي بتساوي لنا بنعوض بالحد العلوي ناقص التعويض بالحد الاسفل. الصوره هذه او بالصوره كلام برضو مش جديد علينا، صح؟ بنكامل تكامل المحدود تكامل غير محدود وبعدين بنعوض بحدود التكامل. قلنا في التكامل المحدود ممكن نكتب زائد ثابت، ولقينا انه الثابت مع الناقص بروح من الثنتين. نشوف الاكزامبل بقول evaluate the following integrals، تطبيق على النظرية evaluate the following integrals. تكامل أول من صفر لباي لكوزاين إكس. example evaluate رقم واحد تكامل من صفر لباي لكوزاين إكس دي إكس. إيش تكامل كوزاين؟ ساين ساين اكس من صفر لباي. نستخدم هذا الاسلوب اللي هي بتساوي لي مباشره ساين باي ناقص ساين الصفر. ساين الباي قديش؟ صفر. وساين الصفر برضه صفر. من وين ها؟ نتذكر مظبوط؟ هنا الصفر وهنا الباي، طبعا هنا الصفر ومين؟ الزوج المرتب هنا واحد وصفر، الزوج المرتب هنا سالب واحد وصفر. الأول كوزاين والثاني ساين، هذه كوزاين وهذه ساين، يبقى ساين الصفر ساين الصفر صفر، وساين الباي برضو صفر، بيطلع عندي صفر ناقص صفر ويساوي صفر، تمام؟ لو قال لي من صفر لباي على اثنين كان قلنا ساين الباي على اثنين ناقص ساين الصفر. الباي على اثنين هاي الزوج المرتب تبعها، هذه النقطة صفر وواحد، صح؟ كوزاين ساين. لو كانت ساين الباي على اثنين كانت واحد ناقص صفر ويساوي واحد.
طيب رقم 2 خلاص الكلام هون. اوكي رقم 2 بده تكامل من سالب باي على 4 للصفر. رقم 2 بده تكامل من سالب باي على 4 للصفر لسك اكس تان اكس دي اكس. هذه مشتقة مين؟ مشتقة السك، سكتان مشتقة السك، مظبوط ولا لا؟ فبيطلع عندي المشتقة العكسية تبعتها عبارة عن سك اكس موخوذة من وين؟ من سالب باي على 4 لصفر. مين الزاوية؟ ايش الاقتران اللي تكامله بعطيني التان؟ ايش الاقتران بكون هان؟ التكامل تبعه بعطيني التان؟ اشتغلوا بالعكس، ايش مشتقة التان؟ سك تربيع. فلو كانت هان تكامل سك تربيع كان قلنا تان. مزبوط ولا لا؟ تكامل سك تربيع بعطيني تان، لكن سكة تان هي مشتقة سك. نحن من تعريف الانت دريفاتيف المشتقة العكسية، يعني لو اشتقيت اللي هان بعطيني اللي هان. مزبوط هيك بتاكد. وبالتالي حيطلع عندي بيساوي سك الصفر ناقص سك سالب باي على. هذا اقتران زوجي، السك والكوزاين هم الزوجيات والبقيات فرديات. مزبوط ولا لا؟ وبالتالي هذا بقدر اقول بيساوي سك الصفر بعدين بعوض ناقص سك الباي على 4، لانه في الزوجي اف ناقص اكس تساوي اف اكس، والكوزاين زوجي بكوزاين ناقص اكس بيساوي كوزاين اكس، والسك مقلوبها برضه زوجي بتساوي لي سك اكس. مظبوط ولا لا؟ فهذا عوض عنها زي ما هي. الان نيجي لسك الصفر برضه هاي الازواج المرتبه عندي تبعت الصفر بتاعت البيانات. الصفر هاي الزوج المرتب 1 و0، هذه تعتبر على 1 وهذه السك مقلوب مين؟ الكوزاين. السك مقلوب الكوزاين، هاي الكوزاين مقلوبها 1، يبقى هذا بتساوي لي 1 ناقص سك الباي على 4. باي على 4 مني قديش بتسكيني؟ 45. هاي المثلث تبع 45. لحظة أنا يعني مش راضي أستخدم الآلة الحاسبة، بجيبها بسرعة. 1 جذر 2 هاي 45. ايش بده السك؟ بدل ما هي المجاور على الوتر بصير وتر على المجاور. الوتر على المجاور قديش؟ جذر 2. خلوها زي ما هي، 1 ناقص جذر 2 بدون آلة حاسب ولا غير. ليش نقول 1 ناقص 1 فاصل 4 فاصل؟ بدناش، هيك زي ما هي يكون منظرها. ثالث حاجة، ثالث مثال. واضح الكلام ولا في سؤال؟ في استفسار؟ أوكي أوكي، النظرية خلاص وضحت. احنا فينا عن ايش بتحكي؟ هذا كلام أصلا احنا عارفينه من غير ما يسمونا، هي فاندمنتال بارت 1 وبارت 2. بس بارت 1 هي الجديدة علينا، اني بشتق ويكون حدود تكامل اقترانات مش ثوابت. الثالث تكامل، انا بقعد باصل ايش انا؟ مزبوط. تكامل من 1 لـ 4 لـ 3 على 2 جذر اكس ناقص 4 على اكس تربيع دي اكس. لاحظوا القوس، كل هذا بنكامله بالنسبه لمين؟ لاكس. قبل ما ابدا اكامل بدي احوله كله الى الصوره الاسيه عشان اقدر اتعامل معه. مظبوط ولا لا؟ فهذا حيسوي لي لسه تكامل من 1 لـ 4، هذا عباره عن 3 على 2 اكس اس نص، هذا الاكس تربيع 4 سالب 4 اكس سالب 2 كله دي اكس. 3 على 2 بتنزل. ايش تكامل اكس اس نص؟ أيوة، البص زائد المقام على المقام اللي هي إكس أس 3 على 2 على 3 على 2، بنحولها ضرب تصير في 2 على 3، صح؟ اللي مش عارفاها يا تفهم، معلش في ناس بتخجل تسأل، هي إكس أس نص بضيف 1 وقسم على الأس دي، صارت إكس أس 3 على 2 على 3 على 2، بنحول القسم إلى ضرب، صارت إكس أس 3 على 2 ضرب 2، فصارت 2 على 3 اكس اس 3. وانا عندي في الاصل في 3 على 2 من اول،
هذول مع بعض، هذا مع هذا وهذا مع هذا، بيطلع عندي اكس اس 3 2. نكمل، الناقص بتنزل والناقص 4 بتنزل، اكس اس قديش هتصير؟ بالسالب 3. بشتاقش انا بكمل، بضيف للاس 1 صح؟ انا شوي وبدي اكتبها ناقص 3 زيك، خد بالك بدي يركز الواحد صح؟ ها ناقص على عارفين ها؟ خلص على مين؟ على سالب 1. فيش زائد سي، لان هذا كله موخوذ من 1 لاخر. نرتب اللي عندنا. اوكي، هذه مع هذا وهذه مع هذا، هذه اكس اس اكس اس 3 على 2. يا ريت نحط على صوره جذر عشان اقدر اعوض. اللي جوا على اللي برا يبقى اكس تكعيب صح؟ اكس تكعيب سالب على سالب موجب 4 على اكس صح هيك؟ كله موخوذ من 1 على 4. قوس للأربعة ناقص قوس للواحد للأربعة. 4 في 4 في 4 2 في 2 في 2 لأنه جذر الأربعة في جذر الأربعة في جذر الأربعة مش هيك؟ عارفين؟ 8 أو 4 تكعيب ب 64 تحت الجذر 8 زي ما بدكم تجيبوها، يبقى 8 زائد 4 على 4 1. حط 1 جذر 1 زائد زائد 4. 9 ناقص 5 يساوي 4 وهم. كلام بسيط صح؟ سمعت هذا بقول اه صح؟ يعطي نفس الجواب؟ الحمد لله. طيب ربنا يبيض وجهنا. طيب نشوف هان ريليشن شيب. في سؤال؟ طيب ريليشن شيب بتوين انتجريشن اند ديفرنسيشن، العلاقه ما بين الاشتقاق والتكامل. القاعده الاولى بتقول لو انا كملت في الاول وبعدين اشتقيت، كملت اف اوف اكس وبعدين اشتقيتها هترجع لي اف اوف اكس صح؟ كملنا اف اوف اكس وبعدين اشتقينا الطرفين اه برجع لي مين؟ اف اوف اكس. هذه القاعده الاولى. يعني لو كانت عندي واي بتساوي تكامل من A ل X، ايش قلنا احنا؟ مثلا ل T تربيع D T شيء؟ ايش تكامل؟ كيف بنكملها هذه؟ متذكرين الفاندمنتال برضو مشتقة ال X؟ لا انا بديش اسف بدي اكامل انا الان صح؟ كيف تصير؟ تي تكعيب على 3 موخوذ من A ل X، ايش حتساوي؟ X تكعيب على 3 ناقص A تكعيب على 3 صح؟ هذا كله Y. الآن بدي اشتق Y شرطة حتساوي مشتق هذا الكلام X تربيع، اللي هي تي تربيع اللي جوا هي نفسها فبرجع نفسها. طيب لو أنا اشتقيت وبعدين كملت، بقول لك تكامل اف برايم اوف اكس دي اكس. هذا التكامل على المشتق، هو اشتق في الاول وبعدين كمل، اشتق في الاول وبعدين كمل، حيرجع لنفس الاقتران، حيطلع لي نفس الاقتران الاصلي، بس لما اقول هذا من A ل X بحط هذا T دي تي بيطلع لي اف اوف اكس ناقص اف اوف A. هو نفس الاقتران الاصلي بس بفرق عنه الثابت، واحنا عارفين انه في عندنا حاجه اسمها عائله المشتقات العكسيه صح؟ بفرق عن بعض بايش؟ ثابت. قلنا الاف اوف اكس زائد سي هي الجنرال انت ديريفيتيف مضبوط ولا لا؟ فبرجع هذه المشتقه العكسيه للاقتران، اكامل بعدين اشتق او اشتق بعدين اكامل في الحالتين هنحصل على الاقتران الاصلي. توتال اريا. طبعا احنا اتفقنا محاضره سابقه انه اذا كان الاقتران غير سالب يعني يقع باكمل فوق محور السينات واقل قيمه له يمس محور السينات، اذا كان يعني بتمامه يقع بتمامه فوق محور السينات فالتكامل المحدود على فتره محدده يساوي المساحه في المنحنى على هذا الفرق.
تمام؟ إذا مو جاب يبقى المساحة هي نفس التكامل. لكن إذا كان في جزء من المنحنى أسفل جزء أعلى المساحة ما بتساويش التكامل إلا. فهنا بده نحسب التوتال أريا أي منحنى على فترة محددة بدي أحسب التوتال أريا المحصورة يعني المساحة الكلية المحصورة بين منحنى ومحور السيناء. بقول أحياناً يقع جزء من المنحنى أسفل محور السيناء وجزء أعلى. لما تحسب التكامل هنلاقي إنه اللي بقع أسفل محور السيناء بكون ناتج تكامل بالسالب، واللي بقع فوق محور السيناء ناتج تكامل بالموجب. فلما نجمعهم مع بعض بيقل الموجب، صح؟ لأنه السالب هياخد منه. لكن لما تحسب المساحة، المساحة اللي تحت محور السيناء فيش مساحة بالسالب. التكامل صح بالسالب، لكن تحسب المساحة باخدها بإيش؟ قيمة مطلقة عشان تطلع مساحة بالموجب. زي ما نقول المساحة مش مساحة بالسالب، ولا في طول بالسالب، ولا في زمن بالسالب. مظبوط ولا لا؟ يعني لو جيت أقول لكم مثلا بدي مساحة هذا المثلث، لو كانت ثلاثة وهذا أربعة، عفيت الغرفة طبعاً تطلع بخمسة وأربعين إنش. بدي مساحة هذا المثلث نص القاعدة في الارتفاع، صح؟ كوحدات هذه ثلاثة، سالب ثلاثة هذه سالب أربعة، صح؟ لكن كمساحة بدي المساحة، فيش مساحة أقول مساحة بالسالب، فيش كمساحة نص القاعدة في الارتفاع، نص في طول القاعدة بحطها أبسليوت لأن الطول بالموجب، في الارتفاع برضو طول، فبيطلع عندي بالصورة هذه، صح؟ فبيطلع عندي نص في 12 بيطلع عندي ستة. ست وحدات مربع. لكن كتكامل حيطلع عند الجواب بالإيش؟ بالسالب. هلا بطلعش كتكامل. التكامل لما يكون منحنى تحت محور السينات ما بحطش عليه حاجة، بحط حدود التكامل فقط مش أكتر. نشوف المثال. بقول for both of the functions، معطيني two functions f of x تساوي x تربيع ناقص 4 و g of x تساوي 4 ناقص x تربيع. طبعا قبل ما نكمل قلت السؤال x تربيع ناقص 4 عبارة عن منحنى ال x تربيع بس نازل لتحت 4 وحدات، فلو عملنا هنا المحور وعملنا هيك بتكون هذه النقطة قديش؟ 4، وهنا بتكون ايش؟ 2 وسالب 2. الجذور تبعت الاقتران، ما هو الجذر يعني وين المنحنى بيقطع محور السينات ولا لا؟ اوكي، هذا بالنسبة للاقتران الأول. هنا السالب لأسفل، صح؟ وبرفعه لفوق 4 وحدات، لأنه هذه تقديرها ناقص إكس تربيع زائد 4، فبرفعه من ناقص إكس تربيع لأسفل وبعدين برفعه لفوق 4 وحدات، فبكون شكله زي هيك وبعدين برفع لفوق بيجينا بالصورة هاي الأربعة. طبعا برضو هم بكون اثنين وهنا سالب اثنين وهنا او هنا اكس هنا او هنا اكس. طبعا ايش حدود التكامل اللي تكون عندي هان؟ من وين بجيب حدود التكامل؟ المنحنى وين بيقطع محور السينات؟ عند واي بتساوي صفر، صح؟ بوضع واي تساوي صفر او الاقتران بيساوي صفر، اذا اكس تربيع بتساوي 4 يبقى اكس بتساوي زائد او ناقص 2. ذكرني في حاجه، في احنا ما خلصنا مش كل سلم النشاط الثالث؟ لا بس بدي اقولها بدي اقولها معلش. طيب لما بيقول لي جذر الإكس بيساوي 2، لما أربع الطرفين ليش بيقولوا إكس بيساوي زائد أو ناقص 4؟ مين قال يا لما إحنا بنأخذ الجذر هذه معناها الجذر الموجب لإكس، هيك معناها لما ما تكونش في إشارة معناها الجذر الموجب، واضح؟ يبقى تربيع إكس بيساوي 4 فقط لأنه الأربعة هي اللي بتعطيني 2، مظبوط ولا لا؟ ما ينفعش زائد أو ناقص 4، مظبوط؟ ما علينا، أنا اللي أخذت الجذر،
يبقى اكس بتساوي زائد او ناقص 2. اذا حدود التكامل في الحالتين طبعا سواء هاد او هاد بكون عندنا حدود التكامل من سالب 2. طالب مني في الاول اني اجيب كمبيوت احسب، كمبيوت احسب منها الكمبيوتر الحاسب الالي، مزبوط ولا لا؟ اوكي. طب ما دام قلنا حاسب الي، ايش الفرق؟ بقول لك سؤال هيك على السريع للذكاء، ايش الفرق بين الكمبيوتر او الحاسب الالي الكمبيوتر والحفره؟ نسمع فيها الجوره، الجوره جوره في الطريق، ايش العلاقه بينهم؟ في علاقه بينهم؟ بقول لك الكمبيوتر حاسب الي، الجوره حاسب لثقه. سمعتوا فيها؟ سمعتوا فيها؟ طيب هاي خذوا بالكم منها، ممكن احط لكم اياها في النشاط الرابع هذا ان شاء الله. طيب ايش بقول لي؟ كمبيوت هي اللي جابنا الكلام، كمبيوت يعني احسب، ومنها كمبيوتر اللي هي الحاسب. طيب the definite integral over closed interval، احسب التكامل المحدود على الفتره من سالب 2 ل 2. فانا الان المطلوب الاول، مطلوب مني أجيب التكامل من سالب 2 ل 2 للاقتران x تربيع ناقص 4 دي x، والتكامل من سالب 2 ل 2 للاقتران 4 ناقص x تربيع دي x. قبل ما نحسب، طبعا من غير ما تطلع على الكتاب، من غير ما نحسب، قبل ما نحسب، هو محسوب هنا وخلاص، هاي هذا للأول وهذا للثاني، مين الجواب المفروض يطلع بالموجب؟ اللي بقع بأكمل فوق واللي بقع تحت مفروض يطلع بالسالب. هيك الواحد بيعرف قبل ما يحل. كتكامل اكس تربيع يصير اكس تكعيب على 3 ناقص كله موخوذ من قوس ل 2 ناقص قوس لسالب 2، قوس 2 8 على 3 ناقص 4 في 2 ناقص 8. نحط سالب 2، سالب 2 تكعيب سالب 8 على 3 سالب في سالب زائد 8. ممكن افك لي قواس قبل ما ابدا جمله يكون اريح لي ولا لا؟ هذه زائد هذا بصير 16 على 3 ناقص 8 ناقص 8 زائد 16، يعني حتصير عندي هذه مع هذه بالموجب هي 16 على 3 ناقص 8 ناقص 8 سالب 16. طبعا ال 16 عباره عن 48 على 3 صح؟ يعني صير 16 على 3 ناقص 48 على 3 بيطلع سالب 32. متأكدات؟ 32 على 3 اللي هي سكوير ديونت اللي هي وحده فش، لا لا مش مساحه، ما ينفعش مش مساحه. هاي التكامل الاول. نجي للتكامل الثاني، حيطلع عندي عباره عن 4 اكس ناقص اكس تكعيب على 3 مأخوذ برضه من سالب 2 ل 2. هو كانه نفس الكلام بس مأخوذ منه سالب عامل مشترك صح؟ فهذا عباره عن سالب في اكس تكعيب على 3 ناقص 4 اكس من سالب 2 ل 2 صح؟ هذا محسوب حسبناه هيو قديش بيطلع؟ سالب في سالب 32 على 3 ويساوي 32 على 3 من غير ما اقعد احسب فيها من اول وجديد. يبقى منطقي انه اللي بقع اسفل محور السينات ناتج التكامل تبعه بالسالب، واللي بقع فوق بالموجب. طيب هذا المطلوب الاول. المطلوب الثاني the area between the graph and the x axis over the closed interval، المساحه المحصوره ما بين المنحنى ومحور السيناء. طبعا كمساحة لازم نأخذ القيمة المطلقة. يبقى لو قلنا إيريا واحد بتساوي القيمة المطلقة للتكامل من سالب 2 ل 2 لإكس تربيع ناقص 4 دي إكس، والإيريا الثانية بتساوي القيمة المطلقة برضو حتى لو كانت موجبة، لما أخذ القيمة المطلقة مش هتأثر عندي خالص، من سالب 2 ل 2 ل 4 ناقص اكس تربيع دي اكس. هذا حيطلع القيمة المطلقة لسالب 32 على 3، وهنا ل 32 على 3.
في الحالتين حيطلع عندي 32 عدد كقيمة مطلقة. طيب هذا مدخل عندنا لكيفية إيجاد المساحة المحصورة بين منحنى اقتران ومحور السينات أو الإكس أكس على فترة مغلقة. يفترض إنه منحنى الاقتران، طبعاً الدومين عندي أنا أو محور السينات عندي عبارة عن إيش؟ كل خط R من سالب النهاية إلى ما لا نهاية. المنحنى بيقطعه أو بجزءه إلى ثلاث مناطق. أنا بهمني المنطقة المحصورة ما بين المنحنى ومحور السينات، هذا اللي بدي أحسب عليها المساحة سواء هان أو هان. بدي أشوف منحنى الاقتران بجزئ للدومين إلى أكم فترة. بدي أكامل الاقتران على كل فترة جزئية على حد، كل واحد لحاله. بعد ما بطلع الجواب النهائي بأخذ التكامل، بأخذ القيمة المطلقة لناتج التكامل الأول زائد القيمة المطلقة لناتج الثاني زائد زائد وهكذا حسب الفترات. يعني كمثال توضيحي أكثر. طبعا المساحة هي عبارة عن مجموع المساحات الجزئية يكون عندي للاقتران. في توجيهي أو زمان كان يقول لي هذه ميم واحد وهذه ميم اثنين، مساحة أولى ومساحة ثانية، صح؟ أحسب تكامل هذا لحال وأطلع ميم واحد إيش بتساوي، اللي هي القيمة المطلقة للناتج التكامل، ميم اثنين التكامل من هذا. هذول النقاط واضح إن شكل الاقتران هذا عبارة عن إيش؟ أو إكس تكعيب، إكس تكعيب، صح؟ لأنه هذا أنا ساوي مفتوح وهذا بنزل، صح؟ إكس تكعيب. لو كانت الإكس تكعيب صرتها بالموجب بيجي هذا هيك بالصورة هذه، لو بالسالب حتى جيها بيجيك بالصورة هذه. لو الإكس تكعيب صرتها بالسالب كان لقيناها بالصورة للعلم بس مش أكثر. طيب المهم المهم، فأنا الآن لما يكون المنحنى جزء أكم جذر له، متى يقصد بجذر الاقتران؟ أصفار الاقتران، وين الاقتران بيساوي صفر والاقتران هي واي، يعني وين واي بتساوي صفر؟ بروح أنا عشان أقول له وين واي بتساوي صفر، ست واي إيكوال زيرو، حط أفوق إكس بتساوي صفر وحل المعادلة، تمام؟ وبنحل المعادلة بشوف وين بيقطع محور السينات، فأكم نقطة مثلاً كانت عندي الفترة هاي A هاي B هاي C. أصفار الاقتران يعني كأنه هذا الاقتران هو عبارة عن X ناقص A في X ناقص C في X ناقص B، هذا هو الاقتران عندي F of X، تمام؟ عشان أشوف الجذور بعد ما حلله بسويه بالصفر بطلع عندي X إما A أو B أو C. الآن أنا مش ما رسمتش الاقتران، ما رسمتوش، فأنا مش عارف إكس تكعيب عن ثلاث أصبع هيك أو هيك، مين فوق مين تحت، مش مشكلة عندي. هروح أجيب التكامل الأول أو المساحة الأولى أو أقول التكامل إيريا واحد، إيريا واحد بتسوي للتكامل من A من A لسي للأف أوف إكس دي إكس من A لسي فقط، وباخذ القيمة المطلقة. الA2 بتاخدها القيمة المطلقة للتكامل من C ل B ل F of X DX وبسكر. أو بجيب التكامل الأول لحال، بجيب التكامل الثاني لحال، في الآخر بقول الأريا بتساوي القيمة المطلقة لجواب الأول زائد القيمة المطلقة لجواب الثاني. يعني إحنا حرين نحط القيمة المطلقة من أول أو لاحقا، كله مظبوط. زي الملاحظه ما هي مكتوبه عندنا، تقول قسم الفتره اللي هي A و B كروس انتجرال تقسم باصفار الاقتران، يعني وين المنحنى بيقطع محور اكس، كامل اف على كل فتره جزئيه زي ما قلنا، هاي على الفتره الجزئيه الاولى وهي على الفتره الجزئيه الثانيه، اجمع القيم المطلقه للتكاملات السابقه. نشوف المثال اللي عندنا. For the function f of x تساوي sin x، معطين الاقتران f of x يساوي sin x.
اوكي انا كان في بالي اخذ المثال الثاني قبل وبعدين ارجع لهذا المثال. بدي اخذ المثال الثاني وبعدين برجع للمثال تبع الصايم. تمام، بلاش الاحمر بقول يكونش واضح. Find the area الأسود أوضح. ها أكيد of the region between the x-axis and the graph of f of x اللي بتساوي x تقريب ناقص x تربيع ناقص 2x على الانتيرفال ناقص واحد اقل او تساوي اكس اقل او تساوي عشان نكون على المثال نعم. زي ما احنا شايفين اكس تقريب موجب فمتوقعين تطلع لنا بهذا السؤال. طيب ما علينا الان بدي اشوف هذا الاقتران اكم صفر له. طبعا الاقتران التكعيبي له على الاكثر ثلاث اصفار. الاقتران الخطي له على الاكثر خط واحد جذر واحد على الاكثر. انه لو كان اقتران ثابت هو خطي ولا لا ثابت خطي ولكن افقي ما لهش اصفار الا اذا كان هو محور السند نفسه بكون عدد لانه ما علينا. الاقتران التربيعي له على الاكثر جذرين ممكن يكون له جذر واحد لما يكون بمس مس محور السند ممكن ما لهش جذور يكون فوق محور السند او اسفل محور مظبوط على الاكثر بنقول. فالتكعيبي له على الاكثر ثلاثة. يعني زي ما اقول لك مثلا الاقتران اكس تكعيب ناقص واحد كم جذر له؟ واحد. هذا لو حللناه اكس ناقص واحد في اكس تربيع زائد اكس زائد واحد هذا جذور تخيليه يعني لا يقع حول السنان فقط هذا بتساوي سنان وبالتالي له جذر واحد. حتى لو زائد A تكعيب زائد B تكعيب ولا A تكعيب ناقص B تكعيب مش عارف سؤالك هيك دي سؤال هيك سؤالك انت لو اسال بوز تكعيب لا مختلف بوز تكعيب هذه ها لو كان A تكعيب زائد B تكعيب نفس A تكعيب ناقص B تكعيب هذا احنا نقولهم زلمة هذا خلف اثنين واحد صغير والثاني المهم هذا الاول دائما الاول بيشبه ابوه دائما الولد الاول صحيح الاب الولد الاول بيشبه الاب موجب انه هنا ايه هذه مكعب ايه وهذه مكعب بي وهذا ايه ناقص بي هذه زي الان المربع الاول المربع الثاني المربع الاول زائد المربع الثاني دائما هذول بيجي في النص اللي في النص مخالف ناقص الاول في الثاني زائد الاول تمام هذا على تحليل فاضل المكعب. طيب A زائد B الكل تكعيب هذا عباره عن A زائد B الكل A زائد B في A زائد B الكل تربيع مظبوط وهذا احنا بنعرفها اللي هي مربع الاول زائد 2 الاول في الثاني زائد مربع الثاني وبفك البوس بيطلع لنا مقدار طويل بيطلع فيه A تكعيب وB تكعيب في الاول في الثاني تمام اوكي طيب الان ان هذا الاقتران بدي اشوف ايش الجذور تبعته عشان اشوف الجذور بحط اكتب اكتبه على السريع اكتب عشان امسح لازم احلل قبل ما احط يساوي صفر بحلل وبعدين بقول بوضع اف اكس يساوي صفر عشان نطلع الجذور طبعا الـ A تربيع ناقص B تربيع لا تساوي A ناقص B الكل تربيع
صح؟ اخذوا بالكم في ناس عملت ساوين بعض عملوها نفس الحالة. بنقول لا 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 أنا غلطت وبعده في الحل. منفعش إذا سلمت الحل المفروض خلاص. أوكي. طبعا هذا في أي تربيع وفي بتربيع لكن في حد كمان هو نقص الناس إيه زيد عنه. خليه ولا خلاص. أي ضايع. كمان حتى لو مسح. الآن دبل F و X تساوي باخد X على المشترك. لأنه كلهم فيهم X. صار عندي X تربيع ناقص X ناقص 2. واضح إنه هذا بتحلل ل X ناقص 2 في X في X زائد 1. يعني هنساوي X في X ناقص 2 في X زائد 1. نقول هنا set F of X تساوي 0. هذا الفايز مباشرة X تساوي 0 أو 2 أو سالب 1 بيمشي الحال. يبقى إكس يا بتساوي يا صفر يا اثنين يا سالب واحد. هاي اللي هي أصفار الاقتران. يعني وين المنحنى بيقطع محور إكس. بروح برسم على الخط عندي الجذور سالب واحد مع اثنين على الشمال وهان الصفر وهان معلش يعني هذول أقرب لبعض من هذا نوعا ما. الآن بدي أشوف الإشارات. أنا بدي على المنطقة من سالب واحد لاثنين برا هذا في شيء يعني. مش معني فيها تمام. بدي اشوف مين فيهم بقع فوق محور السينات ومين تحت محور السينات. الموجب ما هو الموجب لما يكون الاقتران وين الاقتران موجب بقع اعلى وين سالب بكون اسفل. اخذ رقم ما بين السالب واحد والصفر سالب نص مثلا. هم سالب نص مع سالب اثنين سالب وهي سالب نص سالب في سالب موجب وسالب نص مع الواحد الواحد موجب موجب في موجب يبقى يطلع لي هان موجب. ما بين الصفر والاثنين ناخذ الواحد واحد مع الواحد موجب موجب واحد ناقص اثنين موجب الواحد موجب 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 في سالب بسالب. اذا هذا الجزء المنحنى بيقع فوق محور السينات وهنا تحت محور السينات. وبالتالي بدي اجي اقول انا التكامل من سالب واحد لصفر ل f of x dx بتساوي التكامل من سالب واحد لصفر ل x تكعيب ناقص x تربيع ناقص 2x كله dx بيساوي التكامل هذه ناقص x تربيع يعني على طول صح 2x تربيع كله مأخوذ من وين لوين؟ من سالب واحد لصفر. طبعا لما نعوض بصفر كله هيطلع صفر مظبوط؟ ناقص قوس لمين؟ للسالب واحد لأنه كله فيهن إكسات عشان هيك بقول صفر 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 صفر. حط السالب واحد بيطلع ربع زائد تلت لأنه سالب مع السالب موجب هنا ناقص واحد. طبعا الربع والثلاث أرباع 7 على 12 أظني لأنه 3 على 12 وهذا 4 على 12 7 على 12 ناقص 12 على 12 ناقص 5 على 12 بيطلع سالب 5 على 12 سالب 5 على 12 في سالب 5 على 12 منطق يطلع بالموجب لأن المنحنى فيها بقع فوق محور سينات وبالتالي هذا الكلام بفيدني. and التكامل من 0 ل 2 ل f of x dx بيساوي مباشرة بدي أخش على هذا وأحطها من صفر لاثنين مباشرة بيساوي لأنه نفس الاقتران x أس 4 على 4 ناقص x تكعيب على 3 ناقص x تربيع موخوذ من صفر لاثنين. طبعا الصفر هيروح هيطلع عندي للاثنين 16 على 4 8 على 3 زي ما هي ناقص 4 الأربعة مع ناقص 4 بتروح بظل عندي سالب 8 على 3 هذا هو التكامل. الآن نجيب المساحة. إذا الأريا التوتال أريا بنسميها أو الأريا بدها تساوي القيمة المطلقة للأول هذه ل 5 على 12 زائد القيمة المطلقة لسالب 8 على 3 هتساوي لنا 5 على 12 زائد 8 على 3 اللي هي 32 على 12 ضف 4 ضف 4 32 و5
اللي هي وحدة مسح. تمام؟ نرجع للمثال اللي قبل. نرجع. أنا الصان طمشته بس إحنا قلنا عشان التجزيء كيف بحسب حدود التكامل. هو أعطاني فترة والأرقام طلعت بالضبط على قد الفترة. على فرض قال لي من الصفر لاثنين حطنش هاي. أخذ هذه الفترة فقط. مظبوط ولا لا؟ منقول له الصفر الثالث خارج الفترة المطلوبة. وبالتالي هاخذ هذا الجزء اللي هو حيطلع عندي 8 على 3. نرجع للمثال السابق له. ايش بقول؟ for the function f of x تساوي sin x compute مطلوب اول مطلوب ثاني. عندنا مطلوبين. في مشاكل في المكتوب ها؟ في اضافة ولا كله مكتوب؟ كنتوا تتبعوا لي؟ تزيين. طلعوا بيكون في خطأ يعني في الكتاب هنا نبهون عشان نعدلها على الكتاب إن شاء الله. معطيني الفانكشن f of x تساوي sin x. المطلوب الأول تكامل من صفر لاثنين باي. تكامل من صفر لاثنين باي لsin x dx. إحنا بنقول له مباشرة كتكامل مش كمساحة. تكامل الساين سالب كوزاين اكس من وين لوين؟ صفر لاثنين باي وتساوي سالب كوزاين اثنين باي ناقص سالب كوزاين الصفر. صح ولا لا؟ انا الاقتران هذا زي ما هو مره هان ومره هان والسالب برا عشان ما غلطش بحط لي قواس. قواس حمايه من الخطا. كوزاين اثنين باي مش حافظ صحيح. هاي الصفر وهي الاثنين باي مزبوط مع بعض بيزوجوا مرتب واحد اللي هي واحد وصفر. انسى السالب كوزاين الاثنين باي واحد في سالب يبقى هتساويين سالب واحد ناقص برضو ما هذه نفسها سالب واحد ما هي في سالب كوزاين صفر واحد العدد ناقص نفسه صفر على طول من غير ما فك قواس واقول ناقص واحد زائد واحد على طول. هذا المطلوب الاول. الثاني بده the area between the graph of f of x and the x axis على الانترفال من 0 ل 2 باي بده المساحه. الان انا مضطر ابحث على جذور الاقتران صح. بدي اشوف ساين اكس وين بتساوي صفر. ساين اكس وين بتساوي صفر على الفتره من وين لوين؟ من 0 ل 2 باي على اللفه كامله صح. هيك اعطاني الانترفال من 0 ل 2 باي وين الساين بيساوي صفر. ناخذ الازواج المرتبه للاعداد أو الزوايا الربعية لأنه لا يساوي صفر إلا في الزوايا الربعية. هذا عندي واحد وصفر هاي ساين مزبوط وهان صفر واحد هان لا هان سالب واحد وصفر وهان صفر وسالب واحد يبقى حاخد هذا وهذا يبقى هو بيساوي صفر عند الصفر وعند الباي وعند الاثنين باي صح؟ بنقول هان ساين x equals أو ممكن نقول on the interval. interval إيش يعني؟ سألوني عنها قبل هيك. on the interval 0 and 2 by sin x أو f of x اللي بتساوي sin x is 0 at x بتساوي 0 باي و2 باي. تمام؟ اذا بدي اجيب التكامل على الفتره. هي التجزيء. الفتره عندي انا من 0 باي 2 باي. تمام؟ بدنا نجيب هذا الكلام. ممكن ادور على الاشاره وممكن من غير ما ادور على الاشاره. انا بدي احسب وفي الاخر باخذ القيمه المطلقه. طلع موجب خلصنا طلع سالب برضه فكينا من هالقصه. انا اهم حاجه عندي حدود التكامل. يبقى بدنا نقول احنا من صفر لباي لساين اكس دي اكس تساوي سالب كوزاين اكس موخوذه من وين لوين؟ من صفر لباي هتساوي لي ايش؟ سالب كوزاين الباي ناقص سالب كوزاين الصفر صح؟ هتساوي كوزاين الباي اصلا
سالب واحد كوزاين الباي سالب واحد في سالب بتصير موجب سالب سالب واحد اللي بده التفاصيل ناقص كوزاين الصفر سالب واحد 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 بصير ناقص ناقص واحد هيك بالصورة هذه هيك صار يبقى هذه عبارة عن إيش سالب سالب واحد صارت واحد زائد واحد بتساوي اثنين هذه سالب واحد في سالب موجب واحد صارت واحد زائد واحد تساوي اثنين يبقى من هان لهان في مساحة مقدارها اثنين نيجي التكامل من باي لاثنين باي لساين اكس دي اكس بتساوي سالب كوزاين اكس من باي لاثنين باي قوس سالب كوزاين اثنين باي ناقص سالب كوزاين الباي كوزاين الاثنين باي كوزاين الاثنين باي هيك الاثنين باي هذا الرسم الاثنين باي واحد صح الرسم هذا بيساعدنا احنا نمر على الآلة الحاسبة انا على طول بجيبها واحد في سالب يبقى سالب واحد هي هيك لا تفصيل سالب هذه ناقص هاي ناقص سالب هاي سالب كوزاين الباي سالب واحد الان نشوف ايش بده يطلع عندي الجواب يساوي سالب واحد تنزل هذه في هذه موجب واحد بسالب سالب واحد يساوي لي سالب اثنين الان بدي الاريا ايش حقول بالضبط الان الاريا بتساوي القيمه المطلقه لاثنين زائد القيمه المطلقه لسالب اثنين او ممكن نقول ايه واحد زائد اثنين المهم بتساوي لنا قديش اثنين زائد اثنين وتساوي اربع وحدات مساحه واضح الكلام هذا الرسم كيف عملناه؟ ها؟ هي فترات. أنت أخذت صفر وباي شفت باي. من الرسم كيف عملناه؟ أنا برسم. الآن أنا بعد لما برسم الزوايا الربعية قلنا دائما في مستويات الإحداثيات عموما بكون عندي الزوج المرتب اللي بنكتب احنا صورة إكس وواي بالذات إذا كنا في دائرة الوحدة إيش عن دائرة الوحدة؟ نص القطر واحد صح؟ يعني لما أرسم أنا المركز هذه المسافة تكون واحد هذه واحد هذه سالب واحد هذه سالب واحد صفر لو أخذت نقطة هان هتكون ثلاثياتها إكس وواي صح؟ هذا قديش طوله؟ واحد لأنه نص قطر لو نزلت هان عمود هتكون قائم هذه من هذه النقطة هتكون x وهذه النقطة هتكون y صح؟ يعني هذه المسافة x وهذه المسافة y هاي الزاوية اللي هان ايش الساين تبعها؟ y على واحد اللي هي y بهذه الساين صح؟ ايش الكوزاين تبعها؟ المجاور على الوتر بهذه الكوزاين تمام؟ يبقى لو عرفت الزاوية المرتبة بعرف الساين والكوزاين لأي زاوية في دائرة الوحدة تمام؟ كويس؟ هان فاهم حاجة ما بحكي؟ طيب الحين نيجي هان الآن أنا لو رسمت في دائرة الوحدة لو رسمت في دائرة الوحدة هاي دائرة عشان مش هتظبط معنا هذه النقطة واحد واحد هان سالب واحد هان سالب واحد صح؟ هذا التقييم أو الترقيم على محور واي قديش قيمة إكس عند على محور واي؟ دائما صفر واي فهذه كزوج مرتب لو بدي اعطيها احداث سين حقول اكس بصفر واي سالب واحد عند هذه النقطه اكس بصفر واي طبعا محور اكس واي بصفر اكس بواحد يبقى واحد وصفر ها سالب واحد وصفر انا في دائره الوحده يبقى الاحداث السين هو كوزاين والاحداث الصادي هو ساين تمام الزوايا انا ماشي من هنا بدل من الصفر مشيت هيك صرت باي على 2 مشيت كمان 90 صارت باي كمان واحدة 3 باي على 2 كمان واحدة صارت 2 باي يبقى وين انا بحكي بدي اكامل هذا الاقتران قبل بشوية كمان الاقتران اكس تكعيب ناقص 2 اكس تربيع زائد اكس او ناقص اكس صح فاخذنا الاقتران وسويناه بالصفر عشان اعرف وين جذوره هذا بسأل الساين وين جذوره يعني وين انت بتساوي صفر
الساين وين الساين بيساوي صفر؟ الساين هو الذات الصافي. هاي واحد هاي واحد هذول لا، يبقى عند الصفر وعند الاثنين وباي وعند الباي من هذا الرسم. تمام. حل ثاني، حل ثاني اشيلها خلاص. حل ثاني انا بعرف انه منحنى الساين يتراوح ما بين سالب واحد وواحد، صح؟ هاي حل ثاني. هاي الصفر هو اقتران فردي، بيجيني هيك وبمشي مزبوط ولا لا؟ وبمشي من هنا كمان لبن النهايه عند التسعين اللي هي باي على اثنين انت واحد، عارفينها عند التسعين واحد صاين. هذه باي على اثنين وكمان باي على اثنين، هذه باي كمان واحده، تصير ثلاث عند عقبال هذه ثلاثة باي على اثنين، هي سالب واحد، هي سالب واحد كمان واحد بصير عند مين؟ اثنين باي، يقوم بيساوي صفر. هي واحدة هي تنتين هي ثلاثة، تمام؟ يبقى ممكن نجيبها بأكثر من طريقة أكون عارف أصفار الاقتران. طبعا لو كانت عندي كوزاين، لو كوزاين حبة من هنا وأنزل حتيجي عند التسعين صفر وعند الثلاثة باي على اثنين صفر، مظبوط ولا لا؟ الكوزاين هيك بتيجي. خلاص؟ صور إذا كنت صور صور. لا لا كلمتين هذا السكشن، ما فيش شيء جديد، ما فيش شيء جديد، اللي هي تكامل بالتعويض بس. اما سكشن 5 6 بنخليه للمحاضره الجايه ان شاء الله. اما انا من ناخذ الان اللي هو سكشن 5 5 اللي هو انديفينيت انتجرالز اند سبستيتيوشن ميثود، التكامل غير المحدود وطريقة التعويض. التكامل بالتعويض، التكامل بإيش؟ بالتعويض. substitution الverb substitute. بتذكركم كلمة مرت عليكم، هاي اسمها institute، معهد، معهد أو مدرسة أو هذا، سمعتوا فيه؟ مرت عليكم. أوكي. أنا ذكرت فيها لأنها substitute و institute. أوكي. زي معهد أو مركز تعليمي أو حاجة. أوكي. خمسة خمسة. الآن كله سكشنين، شابتر ستة سكشنين ولا حاجة. التكامل غير المحدود وطريقة التعويض. Substitution running the chain rule backwards. أوكي. قلنا نعرف. قال بقول إحنا نعرف إن التكامل U أس N D U إيش تكاملها؟ ولازم اكتبها x اس ان دي اكس، لازم تقول اللعبه مش في الرمز، صح؟ ايش تكملها؟ x زائد واحد على زائد واحد زائد سي، مظبوط ولا لا؟ نفس الكلام، يبقى هتكون يو اس ان زائد واحد على زائد سي. حلو الكلام؟ فلو اجاني تكامل غلس على صوره f اوف x اس ان F أس N، كويس؟ أو بحطها في قوس N،
في f برايم x dx. لو فرضت اليو هي f of x يبقى du بتساوي f شرطة x dx. صح. كنت زمان لو دي كان يقول لك مثلا 2 س زائد 1 مفروضها ص، يبقى د ص بتساوي 2. احنا بنشتق طب نشتق د س، مظبوط ولا لا؟ لان اصلا د ص على د س بتساوي 2 زائد ضرب تبادل، مظبوط ولا لا؟ اصلا التكامل موجود. اوكي، وبالتالي هذا النصين عندي هاد هو ديو، وهذه اللي جوا يو اصبح هذا بالتعويض هو تكامل يو اس ان ديو. يبقى ايش حيساوي؟ يو اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي، رجعوا اليو لاصلها يبقى اف اكس، يا بحطها ان زائد واحد او بكتبها على في قوس حسب ما ترتاحوا لها، زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي. يبقى دائما الفكرة اني الاقتران اللي تحت الاس هو اللي افرض يو، ضروري يكون مضروب في مشتقة الاقتران بغض النظر عن الاس، مضروب في مشتقة الاقتران. يعني مثلا لو قلت لكم بدي تكامل 2 اكس زائد 1 اس 5، ايش مشتقة اللي جوا؟ بقول هذا مثلا في 2 دي اكس، هيك انا بطمن جدا اذا مشتقة اللي جوا هي مضروبة في الدي اكس، يبقى السؤال بنحل بكل سهولة. باخذ اللي جوا القوس بقول له ليت يو هي 2 اكس زائد 1، اشتق الطرفين يبقى دي يو ايش بتساوي؟ ايش مشتقة 2 دي اكس، يبقى هذا اجاني مين؟ دي يو دي واي، هيك ما حيقول دي يو. اوكي معلش نقول ان انتجريشن، هذه ممكن نستخدمها مش ولو انه بستخدمها في الكتاب على رمز الانترفال، ما علينا مش هنتغلب. نكتب اذا تكامل 2 اكس زائد 1 اس 5 2 دي اكس تساوي، خذوا بالك ممكن نجيب لي 2 بدل ما نكتبها نحط لي اياها هنا في السؤال، يكون كتب لي اياها هنا، فانا ايش بعمل؟ بروح بشيلها بكتبها، ممكن اكتبها او اسيبها خلص، ما هي مضروبه ومضرب تبادل زي ما بدي بلعب فيها. هذه هان اول. الان صار هذا عباره عن تكامل يو اس 5 في دي يو، هذه اللي تحت القوس يو اس 5، وهذا دي يو ايش تكاملها صار؟ يو اس 6 على زائد، رجعوا اليو لاصلها 2 اكس اس والستة على ستة زائد. تمام؟ كان عندكم في توجيهي قانون على اقتران خطي بس. كان عندكم تكامل ألف سين زائد باء أس نون دال سين بيساوي ألف سين زائد باء أس نون زائد واحد على نون زائد واحد، صح؟ في ألف في معادلة سين، صح؟ زائد اوكي خلاص ما علينا نشوف هاي التكامل بالتعويض، ما علينا غير احوله من اقتران دلس لاقتران بسيط سهل علي اني اكمل. نشوف اكمل مثال على هذا الموضوع، والباقي لو مضلش معنا هون ممكن تدرسوا لحالكم في الدار، واللي بتلاقي اي صعوبه طبعا بتدرس، ايش مش هتلاقي ولا صعوبه، بنصح محدش يدرس، اكيد محدش يدرس خالص. اللي بتلاقي اي صعوبه او حاجه مش واضحه على الواتساب على طول برد عليكم ان شاء الله. هاي المثال الاول اللي معطيني اياه بقول لي فايند تكامل اكس تكعيب زائد اكس اس 5 في 3 اكس تربيع زائد 1 في اكس. ايش مشتقه اللي جوا؟ ايش هذا القوس مرفوع لاس، انا بدور دائما على مشتقه اللي جوا، ايش 3 اكس تربيع زائد 1 هيها، يبقى لو فرضت يو يبقى هذا ديو مباشره، صح؟
هان سوليوشن لت يو بتساوي اكس تكعيب زائد اكس لحالها صح؟ هذا ملاحظ ان دي يو هتساوي 3 اكس تربيع زائد 1 دي اكس بالتعويض عشان اكس معايا طريقة التعويض بنعوض اذا التكامل والله طويلة هذا لما اكتبها انا بمشيها لو قلنا اذا اي اختصار لكلمة ايش؟ انتجريشن او انتجرال ماشي؟ الاي بس تساوي مقبولة منكم يعني هيك الا اذا كان في السؤال في انتيرفل مش بنعطيش اذا كان في انتيرفل ما تستخدموش هذا الرمز هذا يدل على الانتجريشن التكامل المعطى يساوي الان بعد التعويض هذه يو اس 5 صارت يو اس 5 في ها مع هذا هذه كلها ديو ضروري كل يكون بدلالة اليو تمام يبقى بيساوي لنا يو اس 6 على 6 زائد سي رجع اليو لاصلها يبقى اكس تكعيب زائد اكس اس زائد سي تمام في المثال اللي عملته قبل بشوي اشوف زيه عشان نعد عليه مثال وخلاص اسمه مثال صحيح يعني لو قال لي التكامل هو طبعا هو المثال اللي جاء المثال الثاني اللي هو 2 اكس زائد 1 اس نص شايف شو الجذر انا بكتب لكم اياه بسرعه دي اكس المفروض انه ما بداخل الجذر او بداخل القوس ايش مشتقته ما بداخل القوس ايش مشتقته 2 ما عنديش 2 بنفع احط 2 لو حطيت طب شوي شوي بس الحين هنا مش بقدر اقول 1 ضرب التكامل مش في جوا اصلا مش في 1 مضروب في القوس صح الواحد بيطلع برا وبنزل ما حدش يصب يحس فيه عبال مين الواحد مضبوط ولا لا فلو طلع ونزل ولا حاجه فانا ممكن اعتبر الواحد هذا عباره عن 2 في نص صح انا بلزمني 2 احط 2 عشان احطه جنب الدي اكس والنص خليه برا ما هي 1 صح وبالتالي بيساوي لي النص في تكامل 2 اكس زائد 1 اس نص في 2 دي اكس باجي بقول واضح هذه بقول له لت وطبعا هذه لو ما عملتهاش لحالها بتيجي بالتعويض بس انا حبيت اعطيكم فكره بس مش اكثر نمسحها وناخذ زي ما هو مكتوب طبعا هاخذ هذه بيو يبقى هذا هتكون ديو صارت يو اس نص في ديو النص برا نص تكامل يو اس نص ديو ايش هتساوي؟ نص في مين؟ يو اس 3 على 2 على 3 على 2 زائد سي هذا مع هذا بصير ثلث في يو اس 3 على 2 زائد سي ايش اليو؟ 2 اكس زائد واحد لو طلعت الجواب هتلاقوا نفس الجواب مظبوط؟ لو انا فيكيش اعمل التريك هذا او التحويله او اللفه لحالها تطلع صح؟ بالضبط عشان ما نعملش القصه هذه فانا لو كان عندي زي هيك السؤال الصوره هذه مباشره بقول له اللي جوا القوس بدي افرضها لت يو بتساوي لي ايش؟ زائد واحد اذا دي يو تساوي 2 دي اكس انا بدي دي اكس هذه صارت عندي هذه لحالها هيك صارت يو اس نص يبقى عوضت عن الاكسات هذه بدلاله اليو تكامل يو اس نص ضل عندي هذه ايش بتساوي من هذا قسم على 2 يبقى نص دي يو بيساوي يبقى بدل دي اكس بقدر احط نص دي يو والنص بيطلع طيب بدي اقول انا الان الانتجريشن بيساوي تكامل هذه يو اس نص في الدي اكس نص ديو النص بيطلع برا في تكامل يو اس نص ديو النص بنزل هذه يو اس 3 على 2 في 2 على 3 زائد سي هاد مع هاد ونرجع اليو الاصل بترجع ثلث في 2 اكس زائد 1 اس 3 على 2 زائد انا بحكي كلام كثير لكن الكلام المفروض انه واضح
برضو لو كان في السؤال أو في الاقتران اللي بدي أكامله شكل تركيب اقترانات. طبعاً عشان يكون اقتران قابل للتكامل لازم يكون متصل ولا متصل وين ما بده ينحسب لازم يكون متصل. في نظرية بتقولنا إذا كانت باختصار ثيرم إذا كانت U بتساوي G of X is differentiable. كويس؟ ال U اللي هي G of X differentiable. وال G of X اللي هو ال range قيم ال G of X هي ال range تبعت ال U. Whose range is interval I. هنا ال I عاد ما في النظرية احنا مش هنشتغل فيها في الحل. ال F is continuous على ال R. ال F نتيجة نحسب عند ال G of X. ال G of X هي ال range تبعت هذا اللي هي ال I. ال F متصل على ال I. ما دام متصل يبقى قابلة للتكامل. وبالتالي بقدر أكامل F of G of X. لو كانت مضروبة في G of X. فأنا لو جيت فرضت اللي جوا بيو هيطلع هذا دي يو. لو أخذنا يو هي G of X. يبقى دي يو هي G prime of X دي X. يبقى هذا دي X صار عندي تكامل F of U في دي يو. بصير عندي اقتران بسيط في اليو بقدر أكامل. نشوف المثال. هذه أمثلة مهمة جدا لأنه عبارة عن قواعد احنا أخذناها قبل هيك قلت لكم بنثبتها لاحقا. بنثبتها لاحقا. Find example. Find أول حاجة بده تكامل سك تربيع خمسة تي زائد واحد دي تي مظبوط خمسة. طب ريحنا يعني جايب لنا الخمسة كمان اللي هي مشتقة اللي جوا مظبوط. ايش بنقول له في الحل؟ ليت يو بتساوي 5 تي زائد 1 يبقى دي يو 5 دي تي. يبقى هذه دي يو وهذه يو. اذا الانتجريشن بيساوي تكامل سك تربيع يو فيش في دي يو سك تربيع مشتق ايش؟ يبقى هذا التكامل بيساوي لي تان يو زائد سي. طب ايش اللي هو اصلا كان؟ كان 5 تي زائد 1 زائد سي. كلام بسيط صحيح؟ تكامل بالتعويض بيريحنا من تكاملات جنسيه. نشوف تكامل ثاني بقول لي اول تكامل رقم 2 بده كوزاين كي اكس دي اكس. تتذكروا هلا عملنا في جدول الجدول لما قلنا الانتي ديريفاتيفز قلنا قدام تطلع هذه القاعده ونثبتها. ايش قولكم بتتذكروا؟ بيطلع واحد على كي في ساين كي اكس. تذكروا حاجه زي ها؟ بديش اتذكر. لو نسيتها بستنتجها بسهوله جدا. هذا اللي جوا بدي افرضه عشان يصير كوزاين يو. كوزاين يو تكاملها سهل صح؟ فبقول له ليت يو بتساوي كي اكس يبقى دي يو الكي ثابت منزل. ايش مشتقة الاكس؟ يبقى كيف واحد كي في مين؟ اصبح عندي هذه كوزاين يو في دي اكس. انا بدي دي اكس بدلالة اليو لحالة اتخلص من الكي. اذا دي اكس تساوي واحد على كي في دي يو. اذا الانتجريشن يساوي التكامل لكوزاين يو في الدي اكس واحد على كي دي يو. بنطلع الواحد على كي برا بضل عندي تكامل كوزاين يو دي يو. ايش تكامل الكوزاين؟ ساين يو مباشرة. الواحد على كي بتنزل في ساين يو زائد سي. رجعوا لأصلها يبقى واحد على كي في ساين كي اكس زائد سي. وهذه القاعدة اللي احنا عارفينها. طبعا لو كانت هنا ساين هيطلع عندي بالسالب سالب كوزاين مظبوط ولا لا؟
تقدر تشوف. ضل عندنا الاكزامبل هذا كويس، احنا قلنا بتاع الا ربع. اشوف الاكزامبل هذا لانه الباقيات سهله، الباقيات سهله يعني لو طلعتوا عليه الفطار تقوم بسط. ناخذ هذا الاكزامبل بس، تمام. بقول لي فايند تكامل x جذر 2x زائد 1 dx. اه هنا مش مضروب في 2، مش مضروب في ثابت، مضروب في متغير، صح؟ لو انها عدد سهل جدا، حتى لو كانت ايش مشتقه هذه؟ حتى لو كانت هذه 5 بطلعها برا، صح؟ بصير كانه بدون حاجه، بصير يعني بقدر 2 بحطها بقدر هذه بيكون خلص كله بالضبط، كله بالضبط. لكن هذا اكس احنا قلنا اوتوماتيك، اوتوماتيك ما تحت الجذر او ما تحت القوس المرفوع لاس هو اليو، اللي جوا القوس مرفوع لاس اس نص اس 10 اس 17 اس ناقص 5 هو اليو، تمام. وبعدين بفرجها الله. فبنقول له هان نت يو تساوي 2 اكس زائد 1. طيب دي يو هتساوي لنا 2 دي اكس. طب بدي دي اكس لحالها، يبقى دي اكس بتساوي لنا نص دي يو. يبقى اصلا عندي هذا نص دي يو والنص مش مشكله، وهذه يو بس نص. طلعت هذا بدي اطلعها من هنا بدلاله يو، من الفرق كله لازم يكون بدلاله يو، ما ينفعش شيء اكس وشيء يو، غلط. لازم كله يكون باليو. فمن هنا بقول له حل معادله الاكس، انقل الواحد وبعدين قسمها اثنين. اكس بتساوي يو ناقص واحد على اثنين، او ممكن اقول نص في يو ناقص واحد، بنفع ولا لا؟ بنفع. بدي اقول اذا الانتجريشن بده يساوي التكامل الاكس من النص في يو ناقص واحد، في مين؟ هذا تحت الجذر يو اس نص، صح؟ في مين؟ في الدي اكس في نص دي يو. بنصاص كده نص في نص بطلعه برا بربع. في تكامل بدي افك القوس يو اس نص في يو اس واحد، في الضرب تجمع الاسس، هذه اس واحد ونص، يبقى هنا عندي يو اس 3 على 2 ناقص يو اس نص كله ايش؟ دي يو. صار سؤال بسيط جدا، صح؟ يبقى بيساوي الربع تستنى في الاس بضيف الواحد البسط 5 على 2 في 2 على 5 ناقص يو اس 3 على 2 في 2 على 3 زائد سي. رجع الأولى أصلها بيطلع لنا، ممكن ندخل الربع بالمرة عشان اختصره مع الاثنين ومع الاثنين، صح؟ بقول تساوي ربع مع هذه بيطلع عندي 1 على 10، صح؟ 1 على 10 في 2 اكس زائد 1 اس 5 على 2، إذا بدنا نحطها تحت الجذر قوس اس 5 تحت الجذر ناقص هذه مع هذه 1 على 6 ناقص 1 على 6 في مين؟ 2 اكس زائد 1 اس 3 على 2 زائد سي. وهو ماشي الحال، البقيات كلهن بسطات المثاليه.